إذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين فيه عيب أو نقص جنسي، فما هو التعويض للزوج الآخر في هذه الحالة؟ قال إذا وجدت عيبا فيه أو وجدت عيبا صلحها، ولا نحن نحكم بينهم. هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا وجدت المرأة في زوجها عيبا كمرض داخلي أو عقد النكاح أو ما أشبه ذلك، أو وجد بها عيبا كمرض داخلي أو مرض أو شيء داخلي يعيبها، فيصطلح فيما بينهما ورد كل واحد بالآخر، أو فارقها بنفسه أو أعطته شيئا وفارقها، فالحمد لله وانتهى الأمر. فأما إن أدى الأمر إلى النزاع والخصومة فهذا غير محل.